فنسميه مسلك الحقيقة والمجاز. تمام؟ ما معنى هذا المسلك؟ أنه وردت كلمات في حق الله سبحانه وتعالى كاليد والوجه مثلا، تمام؟ فمن مسالك أهل السنة هنا أنهم يقولون اليد مثلا، ننظر ما معناها الحقيقي في اللغة وهل لها مجازات، تمام؟ فيقولون معنى اليد الحقيقي هي الجارحة والعضو، هكذا وجد في كتب اللغة عند العرب، تمام؟ فإذا أن يكون المراد بها المعنى الحقيقي في حق الله مستحيل، تمام؟ مستحيل أن يكون المراد المعنى الظاهر الحقيقي. طيب ما المراد بها إذن؟ الذي يقول لا أدري ويفوض إلى الله، هذا مذهب المفوضة، تمام؟ فيعلم أن لليد معنى حقيقي وهي العضو والجارحة، يعلم أن لها معنى مجازي كالقوة والقدرة والنصرة وغيرها. انتبهوا، فكلا الفريقين المفوضة والمؤولة ينفون المعنى الحقيقي في حق الله، فالمفوض يقول المعنى الحقيقي في حق الله مستحيل. طيب ما معناه القوة النصرة كذا؟ يقول لا أعرف، لا يخوض في هذا لأن هناك معاني محتملة كثيرة، ويفوض علمها إلى الله مع جزمه بأن هذا المعنى مستحيل، تمام؟ فانتبهوا، المفوض يجزم باستحالة المعنى المستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يخصص المعنى. أما المؤول يختار معنى من هذه المعاني التي رجحت عنده باجتهاده. هذا مسلك من المسالك، تمام؟ وهو المشهور الذي نقرره غالبا في مدارس أهل السنة. لكن هناك مسلك آخر وهو المسلك الثاني، وهو المسلك الذي جرى عليه السادة الحنابلة، تمام؟ السادة الحنابلة قالوا فلنسميه مسلك المشترك، مسلك المشترك اللفظي. ماذا يقولون؟ يقولون مثلا إذا وردت كلمات هكذا، نثبت لله اليد حقيقة، تمام؟ هذا الكلام نثبت لله اليد حقيقة على هذا التفسير الذي فسرناه تجسيم، صحيح؟ إذا فهمنا هذا الكلام حسب هذا الشرح هنا فهو ماذا؟ تشبيه وتجسيم. طيب فلننظر الآن في مسلكهم ثم نحكم بعد ذلك. أنتم درستم في الأصول مباحث الحقيقة والمجاز، كذلك درستم في الأصول مبحث المشترك. ما هو المشترك؟ من يذكر ما هو المشترك؟ تدري مثال لفظ كلمة العين، صحيح؟ هل هو مشترك؟ مشترك بين ماذا وماذا وماذا؟ عين الماء، الباصرة، الجارية، الذهب، يطلق على الذهب أيضا، صحيح؟ فلفظ العين مشترك له معاني، صحيح؟ فلننظر العين، نقول الشمس، الماء، الباصرة، عين الباصرة، الذهب، صحيح؟ تذكروا الآن شيئا فشيئا، هذه المعاني هل هي معاني حقيقية للعين أم بعضها حقيقي وبعضها مجاز؟ كلها حقيقة، تمام؟ كلها حقيقة. فالعين في اللغة يطلق على الشمس حقيقة، والعين في اللغة يطلق على الماء الجارية حقيقة، والعين في اللغة يطلق على العين البصرة حقيقة في اللغة، لكنه مشترك، تمام؟ فانتبهوا ماذا فعل الحنابلة. قالوا وردت كلمة اليد، واليد هذه مشترك، مشترك بين العبد أو نقول المخلوق مطلقا، تمام؟
وبين الله سبحانه وتعالى، مشترك لفظي. فكلمة اليد عند العبد معناه العضو والجارحة، تمام؟ هذا معناه عند العبد حقيقة، وهذا ليس المراد في حق الله، تمام؟ تكلم الآن عن مسلك الحنابلة. وعند وهناك معنى ثاني لكلمة اليد وردت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، لها معنى حقيقي لكن لا ندركه، تمام؟ لكن لا ندركه. فانتبهوا، فكلامهم هنا نثبت لله اليد حقيقة بناء على أصولهم ومسلكهم أن الألفاظ المتشابهة الواردة هي من باب المشترك عند بعضهم، وعند الجمهور هي من باب الحقيقة والمجاز، تمام؟ فلا تخلطوا بين الأمرين. لماذا؟ لأنه كثيرا من المبتدعة والوهابية يقولون، انتبه، مثلا ابن خدام المقدسي قال لله يد حقيقة، يريد أن يوهمك حقيقة يعني بالمعنى اللغوي، فهو قائل بمذهبهم بالتجسيم، تمام؟ فانتبه أنت ولا تقع في هذا الغلط. قد يكون هو مخطئ في الفهم، قد يكون عالما لكن يريد أن يوقعك في هذه الأمور. فعندهم مسلك وهو مسلك المشترك اللفظي. نعم، كلمة اليد في حق العبد لها معنى، وفي حق الله لها معنى حقيقي لا نعلمه، تمام؟ فعندهم التفويض، الإمام ابن قدام المقدسي مشهور بالتفويض. فلذلك مشهور مذهب الحنابلة هو هذا، وقولهم نثبت لله اليد حقيقة مرادهم هذا الكلام الذي شرحناه الآن، تمام؟ طبعا انتبهوا، مثلا قد يأتيك بعض المبتدع بنصوص لعلماء يذمون التأويل، يحرمون التأويل، لا بأس. نحن يجب أن تقول لهذا المبتدع أولا، أنا ابن قدام المقدسي مثلا رحمه الله تعالى يحرم التأويل، قائل بحرمة التأويل، لكنه آخذ بالتفويض الذي هو شق ومذهب من مذاهب أهل السنة، فلم يخرج عن مذاهب أهل السنة. أما المبتدع الوهابي في هذا اليوم يأتي بكلام ابن قدامة لذم التأويل، لكنه لا يأخذ تفويضه، تمام؟ فنقول ذمك للتأويل كنا سنقبله منك لو كنت مفوضا، لكنك أنت لا تقبل التفويض ولا تقبل التأويل، فلا تقبل إلا التجسيم، تمام؟ فهناك عندهم مشاكل منهجية في هذه الأمور. فابن قدامة رحمه الله تعالى عنده مسلك، وهو مسلك غالب الحنابلة، وارد عن الإمام أحمد بن حنبل أنهم لماذا يحرمون التأويل؟ قالوا اللغة لا يحيط بها إلا نبي، تمام؟ هذه كلمات واردة، حتى وردت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن اللغة لا يحيط بها إلا من؟ إلا نبي. اللغة العربية لغة واسعة، لا يحيط بها إلا نبي. فانتبهوا ماذا يقول ابن قدامة. فمثلا اليد لها معنى حقيقي ولها معاني مجازية، 10 معاني مثلا نعرفها نحن. طيب أقول لك ابن قدامة، أنت ستختار من هذه 10 وترجح، صحيح؟ طيب من أين، هل أنت متأكد أنه ليس لها إلا هذه 10 معاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللغة لا يحيط بها إلا نبي؟ فإذا هناك معاني أخرى لا نعلمها نحن قد يكون هو المراد، فلذلك التأويل فيه مخاطرة فحرمه، تمام؟ من هذا الجانب وهو منزه. الجانب الآخر وهم الجمهور لا يحرمون التأويل، يرون أن اللغة محفوظة، ولولا أن اللغة محفوظة لما فهمنا مقاصد الشرع، تمام؟ ويرون أن اللغة قد رويت وحفظت وموجودة في المعاجم، تمام؟ وحصرت المعاني، فلذلك يمكن أن نؤول، تمام؟ فهذان مسلكان، فمسلك من حرم التأويل عنده وجهه، ومسلك من أجازه عنده وجهه، وهما مسلكان اجتهاديان جائزان ضمن أهل السنة والجماعة. لكن غير الجائز هو أن يأتي إنسان يعتقد التجسيم والجسمية، يعتقد أن اليد هي جارحة وعضو وجزء من أجزاء، يعتقد التبعيض والأجزاء في حق الله،
فيأتيك بكلام لابن قدامة في تحريم التأويل، ويأتيك بكلام لكذا في كذا، وهو أصلاً غير آخذ بالقولين، يأتي بهذا الكلام ليشوش عليك. فانتبه، هذا كثيراً ما أسأل عنه عندما نجد كلمات وعبارات للأئمة يقول نثبت لله اليد حقيقة، ونحن شرحنا أن المعنى الحقيقي العضو والجارحة. فإذا هل هذا الإمام مجسم ابن قدامة وغيره والسلف الذين ورد عنهم هذه الكلمات كابن المبارك؟ لا، مرادهم هو هذا المسلك، أن كلمة اليد مشترك، كما أن هنا الشمس معنى حقيقي للعين والماء معنى حقيقي، فكذلك اليد له معنى في حق المخلوق حقيقي وله معلوم، وله معنى في حق الله حقيقي لكنه مجهول نفوضه لله سبحانه وتعالى. مفهوم؟